على الدواجن، ودايما لما كانت دايما الاسعار ترتفع كنا بنتكلم نقول الاسعار ارتفعت، ايه المشكله وزادت، وكل يوم كنا بنعمل الحكايه دي. طب ماذا على الاسعار النهارده؟ دكتور ثروت مساء الخير. خير استاذ احمد، مساء الخير. قول لنا الاسعار النهارده اخبارها ايه؟ والله في تراجع في اسعار الدواجن، كويس. من 67 68 جنيه سعر المزرعه الى 55 54 جنيه للكيلو. كويس. وطبعا التراجع ده يمكن ليه عده اسباب. اول حاجه النهارده تراجع في اسعار الاعلاف وخامات الذره وفود الصويا بنسبه 30 35%. كويس. واحنا عارفين طبعا العلاقه المباشره النهارده ما بين اسعار الخامات وتوفرها وتكلفه كيلو الدواجن وطبق البيض. فالتراجع ده بيشجع المربين وبيشجع النهارده المنتجين ان هم يكملوا العمليه الانتاجيه، والناس اللي هم خرجوا من الانتاج يبداوا يرجعوا تاني، ان توازن الاسعار وتراجع الاسعار مش هيجي غير من الانتاج. والانتاج طبعا الحمد لله النهارده في تراجع في الاسعار، لكن طبعا في النهارده تاثير درجات الحراره والطقس الحراره لها دور، لها جزء من الحكايه طبعا النهارده بيأثر تأثير سلبي النهارده على المزارع الدواجن. وبترفع النهارده نسبه النافق، تخلي الناس النهارده يسوقوا الدواجن بتاعتهم بدري شويه، بدل ما يقعد ل 37 38 يوم ويتقل في الاوزان، بيبيع اوزانه بدري النهارده. فده شيء جيد جدا. طبعا دكتور ثروت، درجات الحراره تموت الفراخ يعني؟ ممكن تموت او لا؟ معظم المزارع موجوده في نظام كلوز سيستم، نظام مغلق. لكن طبعا مع درجات الحراره غير مسبوقه بيكون كفاءه التبريد في العنابر مش بالكفاءه المطلوبه، فبتاثر على معامل التحويل، وبتاثر النهارده على ارتفاع نسبه النفوق شويه في الدواجن. بنسبه قد ايه تقريبا؟ يعني النهارده الطبيعي النهارده يكون النافق من 2 ل 5%، ممكن في فترات الحر دي بيزيد ل 5% ل 10% و12%. لكن طبعا برضه في متغير ان شاء الله ما ياثرش كتير. النهارده خروج روسيا من اتفاقيه الحبوب، النهارده احنا بنقول شيء جيد جدا ان اسعار الذره والصويا تتراجع والاعلاف تتراجع، ونشجع المربين. فخروج برضه روسيا لسه التاثير بتاعه ما بقاش، نتمنى الموضوع ده ما يأثرش تأثير كبير جدا. لا، خروج روسيا وانسحابها لحد دلوقتي وانها جمدت عملها في مسألة الحبوب، الصفقة ديت انها تأثر علينا؟ أكيد طبعا. النهارده في التدفق، النهارده الذرة والصويا النهارده اللي جاي من روسيا واللي جاي من أوكرانيا أكيد بيأثر. نتمنى الموضوع ده ما يأثرش على تأثير سلبي. وكان دايما يا أستاذ أحمد زي ما قلنا قبل كده عندنا مخزون استراتيجي من الذرة والصويا لمدة شهرين ثلاثة. دي مادة حية، ده دواجن مستمره 6 دورات في السنه. المربي ما ينفعش يشتغل دوره ويقف تاني دوره، فلازم يكون في مخزون استراتيجي يامن المنتج النهارده ويطمنه النهارده ويخليه النهارده يستمر في العمليه الانتاجيه. ما ينفعش النهارده يكون في لازم يكون في مخزون استراتيجي مستمر، هو ده اللي هيزود الانتاج ويحافظ عليه. فان شاء الله ما تاثرش علينا. ممكن تظهر بعد ايه دكتور ثروت؟ والله لسه المعالم مش واضحه بتاع انسحاب روسيا، وهل النهارده هيكون انسحاب جزئي، هل النهارده هيستثنوا دول او مناطق معينه. كل ده لسه الامور مش واضحه لحد النهارده، ما فيش تاثير. يمكن بس الذره الصفراء بدات سعرها يتحرك في السوق المصري امبارح 1000 جنيه للطن. مع فتح البنوك يوم الاثنين نتمنى نشوف ما يحصلش زياده ثانيه. طبعا هل الافراجات اثرت بشكل ايجابي بمعنى انها خفضت؟ اكيد الكلام ده اتكلمنا فيه مع سعادتك من اكتوبر 22، ان الانتاج يعني علف. علف. توازن وتراجع الاسعار هو انتاج. فالعمليه كلها مبنيه على الاعلاف. النهارده في اصدارات، في توازن، في كميات كبيره النهارده موجوده النهارده من الدوله الاسطوريه، في تراجع بقول لسعادتك اكثر من 35% في الاسعار. كويس. نتمنى الموضوع يستمر. ان طبعا التداعيات اللي تمت. طب ال 1000 جنيه اللي زادت امبارح الدوره زادت ليه؟ يمكن النهارده عشان الكلام النهارده ممكن اشاعه، ممكن معلومه تغير في الاسعار النهارده. موضوع روسيا ده ممكن ياثر، هيبان ان شاء الله مع فتح البنوك يوم الاثنين، نشوف هل الموضوع ده مجرد اشاعه وتنتهي وترجع الاسعار طبيعيه تاني ولا هل في تاثير على كرتونه البيض؟ في تراجع في سعر البيض النهارده من 116 ل 108. طبعا السعر ده انا هفكر سعادتك من حوالي 4 5 اسابيع
كنا بنتكلم في 75 جنيه طبق البيض، وقلت لسعادتك السعر ده قليل جدا والمربين بيخسروا والمربين كده هيسيبوا الدوره الانتاجيه وده تاثير سلبي تراجع الاسعار بالشكل ده. وسعادتك قلت لي سلبي ليه؟ قلت لسعادتك هو صالح المستهلك بس على المدى القصير خروج المربي النهارده البيض وصل ل 116 وتراجع ل 108. طبعا 108 غلط و75 غلط. عشان كده لازم نحافظ النهارده 108 زياده. وصل سعر الكرتونه النهارده 108 جنيه في المزرعه كانت 116. لكن طبعا ده مرتفع على المستهلك. وده البيض غير الدواجن، البيض يحتاج دوره طويله شويه يمكن حوالي 4-5 شهور عشان نبدا تاني ندخل في دورات جديده. الدواجن على طول 30-35 يوم بنحس بيها بسرعه. فعشان كده لازم نحافظ على المنتج ويهمنا النهارده السعر يكون مناسب للمستهلك. لكن اساس النهارده الانتاج فالبيض هياخد معانا وقت شويه، لكن الاهم كله والمفتاح ياخد شويه عشان ينزل. بيحتاج شويه عشان في جزء من المربين خرجوا دول عشان يدخلوا تاني وتدخلوا الدوره الانتاجيه، محتاجه وقت شويه، لكن الدواجن بتبقى المردود بتاعها بيكون سريع. الاساس كله في الانتاج هو توفر الخامات. الاساس كله النهارده ان يكون في مخزون استراتيجي. الانتاج هو اللي هيعمل توازن. والنهارده يمكن ما فيش كل المستهلكين النهارده والمواطنين يمكن بيهربوا من الاسعار القياسيه والمرتفعه في اللحوم الحمراء، واصبحت الدواجن هي الملاذ. النهارده تراجع النهارده 55 جنيه في المزرعه، ده سعر يمكن اقل من التكلفه شويه لكن ماشي الحال. فالدواجن فيها اكتفاء ذاتي، عايزين نحافظ عليه، عايزين نعضده كويس. عايزين النهارده يكون دايما في مخزون استراتيجي من الدوله والسوريه، ان هو اساس العمليه الانتاجيه. دكتور سرور زين بشكرك شكرا جزيلا كل التحيه لحضرتك.